حدث في مثل هذا التاريخ، 20 مارس آذار. في عام 845، ظهور الفايكنج على أبواب باريس. في عام 1809، نابليون بونابرت ينتصر على النمساويين في إنسبروك. في عام 1815، نابليون بونابرت يعود إلى باريس من منفاه في جزيرة ألبا، وبدأت بذلك فترة 100 يوم التي حاول خلالها إعادة بناء إمبراطوريته. في عام 1929، إنشاء جهاز بوليس لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي. في عام 1934، تركيب أجهزة رادار جديدة في ميناء ألماني صنعها رودولف كونغلود. في عام 1949، تأسيس نادي الرجاء الرياضي. عام 1956، فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت. في عام 1973، القوات العراقية تهاجم مركز الصامتة الحدود الكويتي فيما يعرف بحادثة الصامتة، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 1977، رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية. في عام 1986، جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا. في عام 1995، جماعة إرهابية دينية في اليابان تطلق غازا ساما في نفق مترو العاصمة طوكيو، يؤدي إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 5000 آخرون. في عام 1999، برنار بيكار وبريان جونز ينجحان في الدوران حول الأرض ببالون من دون انقطاع في 20 يوم. في عام 2003، بداية الحرب الأمريكية على العراق والعد التنازل للإطاحة بحكم صدام حسين. في عام 2007، تنفيذ حكم الإعدام بنائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم الإبادة الجماعية. في عام 2007، الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوجه خطاب إلى القادة الإيرانيين بمناسبة رأس السنة الفارسية. في عام 2011، اللجنة المشرفة على إجراء استفتاء على تعديل الدستور في مصر تعلن عن موافقة 77.2% من المشاركين بالاستفتاء على التعديلات المقترحة. في عام 2015، كسوف كلي للشمس في شمال أوروبا، جزئي في بعض الدول العربية. في عام 2015، مقتل أكثر من 140 شخصا وجرح المئات في تفجيرات انتحارية في مسجدين بصنعاء تبناها تنظيم داعش. 2016، مقتل 18 شرطيا في هجوم مسلح على نقطة أمن في مدينة العريش بالمصرية. في عام 2019، رئيس كازاخستان نور سلطان نزداريوف يعلن استقالته من منصبه بعد نحو 3 عقود قضاها في حكم الدولة، كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 2019، عالمة الرياضيات الأمريكية كاري نيوهلم بيك تفوز بجائزة أبل لسنة 2019 لتصبح أول امرأة تفوز بالجائزة المذكورة.